أهم سورة عندنا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. لابد نصحح قراءة الفاتحة. ميلا رفسيك زن سفي لا تيكم بس كفانو كنا سوالا زن دميلا كوريجي بتيك فون زن ديس متي هم فماكينا نسورة الفاتحة. تأتي إلى الإمام تقول أنا أقرأ وأنت تسمع قراءتي صحيحة أو لا. زن تيك زن ميلا مناتنا لإمام بقول تيك ما ما كري سورة الفاتحة بزن زنيازي بقول تيني نيزرا ديس دي كوريجي هم فماكينا الفاتحة. لو تخطئ في الفاتحة قد تكون الصلاة باطلة. تكينا مبارن ميراودة تيك منو ديس وأن فماكينا سورة الفاتحة فسيب لزان لسوالة تيك كم يتنيس الذين 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 خطأ الذين 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 تمام تخرج لسانك عند الذال لذال زان ميلم بو كونتر ني يورين زان لي لي زي 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 نعم